أنا اسمي معاد، عمري 14 سنة. هاي بيتنا اللي انقصف. لما انقصف البيت حسينا نفسنا كلنا حنموت، بس أمي استشهدت وأنا وأخواني اتصابنا. يعني حسينا الدنيا من حوالينا كلها انهدمت، ما عرفنا وين نروح. أكثر مكان كنت أحب أجي عليه هنا الجمعية. كنت لما أجي أجلس لوحدي ما أحبش ألعب مع الأولاد، بعد فترة صرت أحب ألعب، وصرت كل يوم أجي عشان ألعب مع الأولاد لأنه بنحس بالأمان أكثر هنا.